مرحبا بكم. الترجي والأولمبي البيجي هما أطراف في نهائي كأس تونس موسم 2022-2023 اللي باش يتلعب أيام 27 أو 28 ماي في ملعب الطيب المهيري بصفاقة. ستأهل الترجي كان اليوم على حساب الملعب التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 بعد مباراة مشوقة وشفنا فيها 5 أهداف كاملة. تمكن الترجي مفتاح الانتاج على بكري عن طريق محمد علي برمضان من الدقيقة الأولى. أسامة سيلي عدل الانتاج الملعب التونسي من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من بعد رياض بن عياد عطى الاسباقيه للترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 16. حمد الهوني يسجل هدف الثالث للترجي في الدقيقه 27 من بعد اسامه السيلي قبل نهايه الشوط الاول. تمكن من تذليل الفارق للملعب التونسي بونتو جاي في الدقيقه 44 بنفس الطريقه ضربه جزاء ونتيجه نهائيه 3-2 فوز الترجي والمرور لنهائي كاس تونس. تاهل حكي عليه المدرب نبيل معلول في ميكرو معز بوتر. C'est une double victoire بالنسبة للإسبرانس. C'est une double victoire. خاطر بون هذه avec اللي باش نقولوا كلامي avec des pincettes. جوراتنا الكلهم صايمين احنا عكس معناها لا ماجوريتي دي جوار دو ستاد تونيزيان. الحمد لله ربي باش نكملوا رمضان avec le minimum de dégâts possible. مازالنا ماتش واحد ماتش باجا دون 48 اور ولا دون 72 اور وهذه ساعة ونص ان شاء الله نكملوا من غير بليسور من غير برشا تعب. ستاد تونيزيان ما نا با دي ميريتي معناها بصراحة معناها سي اون بون ايكيب بيان اون بلاس على سو معناها كونتري في بعض الحيان معناها لي بوين فور نتاع ليسبيرونس. مره اخرى نشكر الملاعبيه نتاعي على الروح اللي لعبوا بها والتفاني اللي لعبوا به والتعب خاطر سورتو معناها كيما قلت المره الاخرى معناها دو زيكيب اسافوار ليسبيرونس ومستير يلعبوا 6 ماتشات في شهر رمضان افيك لي كوب دافريك والكوب اراب نتاع مستير وناس اخرين معناها مازالوا ما لعبوش ولا باش يلعبوا ماتش ونص ولا زوج ماتشات دوتون بلوس. علاش نقول في الكلام هذايا اللي ليسبيرونس ومستير يمثلوا في تونس. من جانب الملعب التونسي المدرب محمد الدو هذا شنو حكي على انسحاب فريقه من نصف نهائي الكاس. عملنا بعض الاخطاء اللي اون باي كاش معناها الفريق المنافس سجل الهدف الاول وسجلنا الهدف الثاني. كان صعيب باش نرجعوا في المقابله ضد فريق منظم بطبيعه فريق يلعب على الملعب بتاعه وامام جماهير بتاعه، لكن مالغري سا الملاعبيه ظهروا من قوه الشخصيه انهم رجعوا في الماتش وخلقوا العديد من الفرص ورجعنا في الماتش. لكن من بعد يمكن فقدنا شويه من العمق الهجومي، يمكن غياب بعض الملاعبيه اثر علينا بكل صراحه. حاولنا نرجعوا في النتيجه باش نعدوا، جات بعض الفرص ما توفقناش. كاو مبروك الترجي الرياضي التونسي وان شاء الله مستقبل الملعب التونسي وحظ اوفر لينا احنا ان شاء الله. في كرة السلة المباراة المعادة من الجولة الأولى من نصف نهائي البطولة بين النادي الإفريقي ونجم الرادسي المبرمجة غدا بداية من ماضي ساعتين باش تلعب في القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس. في الأوروبا ليج ذهب الدور ربع النهائي أبرز المواجهات حاليا في نارد وروما متعادلين 0-0 مباراة انطلقت مع الستة غير بعض 8 مانشستر يونايتد ضد سي سي في اليوفي سبورتينغ لشبونة بايلي بالكوزن سان جلواز البلجيكي وإف سي بار يلعب نيس. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم تقع على السيت مزيكا فهم فونيت. نخليكم أحسن في شيء طيب.